معانا كمان اظن على التليفون دكتور هشام نصر استشاري الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر. دكتور نادين قالت لي دكتور هشام هو المتخصص في مساله الهيدروجين الاخضر يحدثنا من هولندا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، ازيك؟ اهلا بيك دكتور. احنا بقالنا فتره في مصر هنا بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، بس مهم بالنسبه لنا كلنا احنا كمواطنين عاديين، انتوا علماء، نفهم يعني ايه هيدروجين اخضر ومفيد لينا في ايه؟ تمام. الهيدروجين هو نوع من الغاز اللي يمكن انتاجه من كذا طريقه، بس اللون الضاف ليه عشان هو الطريقه اللي بينتج بيها بيتم عن طريق استخدام طاقه متجدده زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. ممكن استخدامه لما يتم انتاجه ان هو كوقود في بعض المركبات، في العربيات العاديه، من القطارات، السفن، بس معظم استخدامه حاليا اللي الدوله بتهدف فيه مصر ومعظم دول العالم ان هو يتم تحويله لامونيا، والامونيا دي بتخش في صناعات كتير زي صناعه الاسمده، وفي صناعات برضو نوويه وصناعات حيويه كتير. طيب يعني انا هستخدم الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح في توليد كهرباء اقدر افصل بيها الهيدروجين عن الاكسجين في الميه. بالظبط كده. وهاخد الهيدروجين بتاعي ده احوله لامونيا اللي احنا دلوقتي بنسميها الامونيا الخضراء، لانها برضو جايه بطريقه نظيفه او من طاقه متجدده. بالظبط. هتفيدني بقى في ايه الامونيا الخضراء دي؟ معلش استحملني. لا اكيد. الامونيا الخضراء يعني لو بصينا على المثال اللي بيحصل في مصر، هيتم في جزء منها هيتم تصديره لاوروبا، وفي جزء ثاني هيتم استخدامه في تصنيع الاسمده العضويه اللي بتستخدمها المزارع في مصر وكده. عظيم جدا. وبالتالي انا اقدر اقلل من اسعار السماد عندي في مصر، بدل ما انا استورد حاجات من بره تساعدني في صناعه السماد هبقى بنتجها هنا زي الامونيا الخضراء. طب هل العالم مقبل على شراء الامونيا الخضراء؟ وبرضه ممكن يجي سؤال، ويشتروا مننا ليه؟ مش هم ممكن يعملوها بره؟ ده سؤال كويس جدا، وبرضه هبلغ حضرتك ان احنا يعني انا شغال برضه في شركه سكاتك النرويج، وده تم امبارح امضاء ما بين سياده الرئيس، كنت حاضره، ورئيس الوزراء النرويجي عن اول مشروع هيدروجين اخضر في مصر وفي افريقيا، وان المنتج النهائي بتاعه هيبقى الامونيا الخضراء، وده بالفعل هيتم تصديره لاوروبا، دول كتير زي هولندا وبلجيكا وايطاليا، وهيتم شراؤه بالفعل. فده بالظبط بيحصل. ليه مصر؟ معظم التقارير الدوليه ومنظمه الطاقه الدوليه بيقولوا ان مصر من احسن الاماكن لانتاج الهيدروجين، عشان احنا عندنا الطاقه الشمسيه والشمس على طول موجوده طول السنه، فده هيتم طاقه شمسيه على مدار السنه. برضو عندنا اماكن كتير الزعفرانه وخليج السويس، وبرضو في الجنوب جنوب الصعيد اماكن كتير تنفع للطاقة الرياح، عشان برضو سرعه الرياح عندنا من احسن الاماكن في العالم. طيب دكتور هشام، يعني انتوا كعلماء وباحثين كبار بتشتغلوا في هذا المجال، شايفين وقاريين ومتأكدين من انه التقارير الدولية بتقول ان مصر جاذبة لهذا النوع من الاستثمار؟ بالفعل، وده حقيقي. انا برضو يعني انا كنت قمت ببعض التجارب العملية في الموضوع، وفي بعض التكنولوجيا اللي بنروح المواقع دي وبنقيس فعلا سرعة الرياح في المكان ده، وتنفع تبقى تعمل مشروع يدر ربح ولا لا. فبالفعل، وإذا كان لو هي فعلا يعني لو المنطقة دي مش هتنفع، ما كانش معظم يعني في حوالي 19 مذكرة تفاهم اتمضوا في موضوع الهيدروجين الأخضر في مصر، وإن شاء الله بعد المؤتمر المناخ معظمهم هيتم تنفيذه بالفعل. عشان كده معظم الناس مؤمنة بالموضوع، ولولا كده لولا كل الإمضاءات للمذكرات التفاهم دي حصلت. أشكرك جدا 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 يا دكتور هشام، كل الشكر ليك. دكتور هشام نصر استشاري الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، هو مصري أو عالم مصري مقيم في هولندا، وبالمناسبة كان يحدثنا من جمهورية مصر العربية. خد لي بس الحتة دي لعز، أنا عشان كده سألت عليها دكتور هشام. أنت واخد بالك أكتر من 19 مذكرة تفاهم تم توقيعهم بالفعل، معظمهم، أنا بقول لك هنا والعهدة على دكتور هشام أهو، معظمهم بالفعل داخل نطاق التنفيذ فور ما ينتهي المؤتمر أو مؤتمر قمة المناخ COP27. طيب سؤال، وترى هل ترى يا الناس دي عايزة تنفذ معانا المشروعات ليه؟
ده معناها ان احنا دولة جاذبة لهذا النوع من الاستثمار. ده انا بكلمك هنا كده بس على الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. يعني ايه بلد جاذبة لهذا النوع من الاستثمار؟ يعني بطبيعة الحال هي جاذبة للاستثمارات، بس هي عندها قيم مضافة او ميزة نسبية في انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. ما هو ما فيش حد يجي يستثمر في فرع معين من الاستثمار في دولة غير جاذبة للاستثمار اصلا، مش حاجة اسمها كده. استثمار علشان يجي محتاج ايه؟ محتاج بنية اساسية، وايه كمان؟ وبنية تشريعية، وايه كمان؟ ونظام مالي ونظام نقدي مستمر، وايه كمان؟ ونظام سياسي مستقر، وايه كمان؟ نظام امني مستقر. بس خلاص، انا كاستثمار مش عايز اكتر من كده. في الاخر خالص هكسب يعني؟ اه هتكسب، انا جاي. سلام عليكم. الميز النسبية هي اللي بترفع معدل التنافسية بتاع الدولة، ترفع معدل التنافسية بتاع اقتصادك. فلما يبقى في عندي ميزة نسبية متعلقة بان انا قدرتي على توليد طاقة جديدة او خضراء جاية بقى من الشمس، جاية من الرياح، الخ الخ الخ، يبقى انا كده برفع الميزة النسبية بتاعتي، فيجيلي بدل ما يروح لدول تانية، او بالادق يبقى انا مفضل لدي عن الدول الاخرى اللي ممكن يبقى في عندها نفس المميزات، مستقر ماليا ونقديا وسياسيا وامنيا، وعنده بنية اساسية وبنية تشريعية، بس انا عندي الانتاج هيبقى افضل. ليه؟ قدرتي على توليد الطاقات الخضراء اعلى اوسع. بس كده خلاص.